خلطوا هنايا، كانوا باغيين يديروا قلعة كهسة بنو فلسطين، غلطوا في البلاصة ديال فلسطين. أنا شي واحد مجال اختار من الفيتر هذا، تغلطت ليهم هنايا، تغلطت ليهم مغرب مع فلسطين. السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون بخير وعيد مبارك رمضان مبارك كريم. واش راكم مبروكه، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه. هذا الفيديو قبل رمضان، يعني اليوم شحال، اليوم 24 شهر 3، باش ما عرفتش واش هذا الفيديو يمشي غادي يتحط. اليوم خرجت من ريو دي جانيرو، غنكون ضربت دابا شي 60 كيلومتر ولا اكثر. الله، دابا انا في واحد البيست، الله دابا كنقلب على شي طوبيس كيدوز من يعني كيدوز حتى للدواور ديالهم. هذا ديال المدرسة، ولكن بان لي واحد الطوبيس معاها يقدر يدوز دابا. يعني الطوبيسات كيمشيو عندهم حتى في الدواور، واعرة الدواور الدواور ديال البرازيل. والله تنقلب، يعني مليت من القدرون والمدن وهذاك الشيء، نبدو شويه. المهم بقيت كنقلب، المهم لقيت هاد البيست، نشوفوها فين غتخرجنا. دابا الساعة تقريبا شي 6 قلق سمين، يلا دخلت مع هاد الطريق هادي غير شي تكون شي 6 كيلومتر دابا ولا 7، مع باش تخرج من ريو دي جانيرو خصك واحد 4 سوايع، من 4 شي 4 سوايع هكاك يلا باش تخرج يعني من وهذيك. بحال لوتوروت اللي كنت شاد، ماشي لوتوروت وانما بحال لوتوروت، فدوبل فوا عامرة طوموبيلات، صداع كيبقى لك في ودنيك نهار كامل. صافي بقيت تنقلب في الماب، وشريت نيت واحد الخريطة ديال البرازيل، كتبين لك الطرقان يعني اللي كودرون واللي ماشي كودرون والمدن. المهم هذاك الشيء فيها مفصل، وغادي نشوفو فين غادي نعسو اليوم ان شاء الله. الاراضي ديال الناس هنايا دابا كلشي تيدير عليهم، فهمتي، كيدير عليهم بحال هكا يعني فانس، كيدير عليهم كرياج ولا شنو بحال هكا. يعني من الصعب بحال جنوب افريقيا حتى هي دايره بحال هكا، كتلقاها كاملة الناس دايرين على الأراضي ديالهم هدا. ولكن غادي ندبرو في هادي الخيمة إن شاء الله. هلا دابا كنفهم السيستم ديال البرازيل كيفاش داير. اليوم غادي نعس في هاد البلاصة هادي، هنا كاين حانوت سد دابا. المهم وصلت هنايا و كاين واحد بحال شي بيضة صغير هنايا، جيت لقيت هاد الحانوت هدا لي سمع عندهم هاد كورا فيتا مشهور، هاد العصير هنايا كيشربوه بزاف هنايا ديال شي فاكهة وقيلا كورانا، سميتها غوارانا، المهم بحال كحل هو هاد العصير هذا. تا باو شتو وانا نسول السيد لي واش ممكن نعس هنايا، كيفاش درت ليها تا قلتها لي. المهم هي في جوجل تراديكسيون هاداكشي،
كتبت عليه وشافها بحال هكا ويضحك ويا جا قلت يا انت ناس انا صافي درت خيمه هنايا حتى الصباح ان شاء الله راه نطيب شي عشيوة. هاد المنطقة عندهم حامض بزاف هنا هادو ديال الحامض ديال الشجرات اش حامض ولا ليمون هذا حامض كاين بزاف ديال الفيرمات ديال الحامض هنا في سكنجي نجدو واحد العشيوة دابا شي عشيوة من سوكاو حريرة حريرة كطيب في 5 دقائق ما عندي لا خضرة لا والو المهم لازم هادي باش نتغدى حتى الصباح ان شاء الله نتغدى غنوريكم انا فين بلاصة بالضبط في الخريطة ديال البرازيل. انا دابا في شي بلاصة هنا في الجهة هادي في جهة هنا وسط جوج طرق هنا كتبان صغيرة راه هاد البلاصة مهم كبيرة شوية. وهادي ولاية ريو دي جانيرو هي اللي بالصفر كل ولاية دايرينها بلون كبيرة خريطة كتبدا من هنا البرازيل عندها حدود مع اوروغواي الارجنتين باراغواي عندها تقريبا مع كاع الدول امريكا الجنوبية. وانا دابا في هاد السفرة غادي ندخل دابا من بعد نورمالمون كاين بزاف ديال الوي يعني الطرقة من دوز كاينة ندوز على البحر هادي نبقى طالع على البحر الشمال وانا انا غادي في اتجاه الشمال او اخترت انني يعني البحر ديجا ضربنا هاد الطريق كامله من هنا من سانتوس يعني من سانتوس حتى ريو دي جانيرو هاد الكوست كامله ضربنا على البحر. دابا قلت نبدل ندخل المهم ندخل من الجوي هذا المهم بقى غادي كل نهار فينا يعني فين الاتجاه مهم طالع شمالا حرارة وكينا طلع هنايا على وسط الجبال هنا دابا وطريق بيست والحرارة كينا بزاف مع الصيف دابا سبحان الله على حرارة و يعني الصيف هو عندهم الخضورية هنا الجبل كامل خضر كاينين الويدان دابا هنايا ولكن كتلقى يعني قرياش يعني والواد كاين داخل القرياش من الجوي بجوج من هاد الجهة ومن الجهة الاخرى الحراق شي ما كانش شي واد تبرد فيه ولكن هادو دايرين قرياش هنايا يعني ملي دايرين قرياش يعني ماشي من حقك تدخل لانك لو باش تدخل خاصك تنقص الكرياج وداك الشيء و يقدر يلقاك مول هاد الارض تولي معاه في مشاكل اللهم بلاش غنزيد القدام شويه ما دابا الساعه تقريبا 2 قبل القسم هذا هي وقت الحراره صراحه من 12 كتبدا الحراره كيبرد الجو حتى لهذيك 4:30 هكاك عاد كيولي شويه الشمس قاصحه هنا غنزيد شويه بان ليا واحد الواد اخر عاوتاني من هنا لواحد شي 2 كيلومتر نتمنوا ما يكونش قرياش بحال دابا هنايا كاين الواد تحت ولكن بنادم مستغل هنا هاي واحد الشيء مدوز الماء دابا من هنا كيدوزو فوق على الشجر شي دير قرياش هنا كرة الحرارة ما يمكنش نزلنا الشلة الأول مسدود الثاني مسدود ولكن الثالث هو مسدود غنديرو شرع يدينا وندخلو ندخلو نتبردو ما يمكنش على حرارة كاينة هنا
تلاقيت شي ناس هنا تيقادو في الطريق قالوا لي ليه رشمش قال لي ريح الكاميرا تنقلب على شي بلاصه شي بلاصه مبرده بحال هكا نتبردو فيها بعدا ونروحو فيها شويه خصنا نحط الديكالا في شي جهه باينه الجو دابا ولا رائع دابا خمسة القسمين الربعة كيولي الجو زوين صراحة كيولي كتبقى الحرارة الناس كيديروا الخيل هنا بزاف يعني عندهم العودان كلشي عنده الضحية و عندو الناس دايرين واحد البيسين تمايا هنا غير الناس اللي لابس عليهم شويه الضو كامل الناس واصل لهم الضو هنايا بقى عندهم الروبينيات ديال الماء كيطيبو بالغاز الغابة استوائية دايرين بحال هكا بحال في الكابون والكاميرون والكونغو بحال هكا بحال هكا الغابات عندهم دخلت ماشي طرقان تماما بحال هكا تلقى الطريق بحال هكا ضيقة عندك كتسمع غير هاد الصوت هذا بحال هكا ديال الطيور الامازون دابا تيكون بحال هكا في الشمال ديال البرازيل تيكون كامل غابات طريق ولات خايبة هنايا عمرها حجر ولا الدرا زارعين زارعين الدرا هنايا والبنان هاد البلاصة فيها البنان عندهم بزاف ملحمات لي تغديت عندو وبان ليا حاطة بزاف ديال العروشة كبيرة دابا هنا في هاد مثلا في هاد المنطقة ما يصدقش ليهم الزرع والشعير وداكشي الشيء سير زيد
هاد الفيلاجات كتلقاهم مخلطين، تلقى أفارقة برازيليين و الآخرين أوروبيين برازيليين. الكلاب شاهو ما عندهم هنا بحال المغرب، ديما تابعينك كينبها هاكا، تكون غادي تاكي خرج لك شي كلب يبدا يتابعك، كتعرفو من خرج ليك. ها هنايا الكلاب ديال الفيلاجات، هنايا كاين واحد الفيلاج من هنا شي 10 كيلومتر يمكن، نشوفو شنو دار المنتخب اليوم. لعب منتخب كونغو لاعبين في الماتش ديال الاليك كونغو، غيكون دابا راه قرب يسال، سالا دابا 5:30 هي 9:30 في المغرب، وقيلا يمكن سالا. انا دابا في واحد ستاسيون ديال الشير، غادي نعس فيها اليوم ان شاء الله، جات على الطريق وسولت سيد هنايا، هنا اغلبيه لي ستاسيون اللي كاينين هنا في الطرقان وهداك الشيء ما عدا ديال المدينه اللي كيكونوا يعني نادرا فين يخليك شي واحد نعس. انا وصلت المدينه نورمالمون راه ربينا ما غيخليش، ولكن الصراحه شي يومين هادي ما كنتش تنصور، تقريبا شي 3 ايام ولا يومين، شي يومين ولا يومين والبارح كنت نعست في ستاسيون تقريبا وسط المدينه، كان واحد الدراري ضريفين، ما درت لا خيمه لا والو، كانت الشتاء، دخلت غير واحد الحاشيه فرشت الطابيه ونعست حتى الصباح. عقويله كنت في واحد المدينه سميتها كارما ولا ما عرفت سميتها، انا كنت جاي في الطريق وهي جات داخله شويه، كانت الحراره وما كاين والو في الطريق، يعني ما كاينش نشرب شي حاجه بارده شي عصير ولا شي حاجه. كي داخله بشي 2 كيلومتر هذيك الفيلاج، مدينه صغيره، فمشيت لقيت واحد السوبر مارشي خديت من عنده واحد العصير وريحت في الجنب ديالو، يعني في الجهه الاخرى ديالو، وكانت الحراره بقيت مريح تما شي ساعه الا ربع، تسنى يعني نتبرد شويه وبما تبرد القضيه. واحد شويه توقف الطوموبيله ديال البوليس، هذيك الطوموبيله اللي كان شي واحد تيه في فريا فريو دي جانيرو، الطوموبيل اللي فيهم بيض وزرق، ما كل ولايه وعندها طوموبيلات، المهم هادو بوليس عسكري. اول جاو لي نيسان، انا مريح بحال دابا، انا مريح هنا حاط البيكالا ديالي بحال هكا في الجنب وانا مريح هنا بحال هكا، هما جاو نيسان، انا مخبي يعني مخبي يعني ما بينش، هما داز الطوموبيل ما يشوفونيش، هما دازو جاو حتى قدامي وقفوا، يعني جايين ليا نيسان. هما نتوما نازلي وقفوا، قال لي اوي، قلت لي اوي اوي نزلا جوج عشان نزلا شي قداش عشان ندير فيهم بحال هكا، عشان راه هذوك البوليس اللي عندهم في هذوك الطوموبيلات اللي فيهم الزرق والبيض، بوليس يا هذوك بوليس عسكري، عشان راه عندهم واحد البوليس تبارك الله قداش، قال هما البوليس واعرين يعني ديال المهمات الصعبة، فهمتي إذا كان شي حي خطير كيدخلوا ليه ولا شي واحد مهرب شي حاجة باش يمشيو يشدوه، هذاك البوليس نيت راه كيوقف عليك حتى ما داير والو كتخلع، والله حتى ما داير والو كتخلع. دابا نزل الأول والثاني جاي يتابعو بالسلاح، فهمت يعني سابقو حتى هو حاط لي دور، كيكونوا موجدين هنا تيكونوا موسوسين، يعني تيكون يعني انت مريح كيجي وراد البال، يعني لانك دير شي حركه ولا شي حاجه يقدر يتيري فيك ولا شي حاجه، كانوا حاطين موجدين، هذاك الاخر جاي من وراه وشاد في واحد ما عرفتش واش فيها غير هذاك يعني واش ماشي في هذاك القرطاس المطاطي وقيلا ولا شي حاجه، المهم الاخر جاي من وراه فهمتي يعني كيشوفك شنو غادير، انا بقيت مريح فهمتي كنهضر معاهم ومريح، ما وقفت ما جلست ما درت حتى شي حركه. شوية قال لي شنو سميتك؟ قلت له ياسين، قلت له راني براني، قلت له انا سترانجيرو، هو يقول لي يقول لي راه باسبور. المهم قال لي منين جاي؟ قلت له انا منين جيت وهادي، هو يقول لي عطاني دوكيمنتو يعني باسبور يعني الوثائق ديالك، جبت ليه الباسبور صافي، وبقى
بقيت نقلب لي على الطومبو ديال البرازيل صافي حتى لقيتو شدو ما شافو كاع هو كاع ما شافو شو بقى تقلب في الباسبور بحال هكا كيشوف تدوز في هذوك الاوراق مع عامر كيدوز وصل ديال هذيك موريتانيا موريتانيا مكتوبه دابا هي موريتانيا مكتوبه في الفيزا ديالهم غنوريها لكم دابا تبغيش تفهموا البلان كيفاش هو الصراحة شكل كون كان شي واحد عنصري ما عندوش مع الإسلام غادي يقول لي أنت جاي باغي تفرقعنا ولا شي حاجة هاي ستي موريتانيا اش مكتوب فيها شو أنا بعد التصويرة ديالي كيدير بحالك كنت في العرب شو كيدير أنا كنت في الصحراء الجنوب ديال المغرب تما الصحراء وكان عندي الشعر وديك الشيء والحرارة وصلت ما نيش والك الحدود ديال موريتانيا شتي دابا شنو مكتوب هنايا اش 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 بالي ريبوبليك ريبوبليك اسلاميك دو موريتانيا فهمتي يعني واخا هما البرتغاليه غيفهمها على الجمهوريه الاسلاميه كتبان بحال الجمهوريه الاسلاميه المهم الاسلاميه هذه كتخلع هذوك بحال الدول هذو كيقراو كيتخلعوا حسب اللي كنت مع هذوك ديال سوريا ولا شي حاجه خاصة ديك التصويرة جاية بحال هكاك ساعة شافها الصراحة والله إلا عادي قال لي نيوزيلمان قلت لها يا مسلم صافي عادي هو عطاني الباسبور ديالي هذيك الساعة هو يقول لي صافي هو يجي قدام بيكالا بقى كيشوف فيها قال لي عزز معك شي ارم قال لي سلاح قلت لي لا ما عنديش سلاح هو يدير لي براسو وصافي وهما يمشيو كنت انا لقيت يعني مريح فهمتي يعني في الجو انا ما داير والو بقيت مريح عادي ماشي يعني يقدر توقف ولا شي حاجه يقول لي نتيري فيك حسابك بغيت تجبد شي سلاح تضربو ولا شي حاجه ما كيكونوا هما هنا شويه يعني سيكونوا شويه على يعني محسوسين انا كاين هنا داك الشيء يعني خاص دوك البوليس ما عرفتش واش صيفطهم شي واحد ولا شافوني لانهم جاو قاصدين نيشان جاو لي نيشان تما مع بين براني وهذيك البلاصه صغيره يعني هذيك المدينه بحال فيلاج كبير شويه فهمتي بنادم فيه معروف كيدخل براني باين يعني انا باين تما براني خاص بالبيكالا ممكن انه كيقول هادو مهرب مخدرات ولا شي حاجه اليوم عندي النهار الثالث في رمضان دابا النهار الثالث السبت لحد اليوم الاثنين في المغرب صمتو اليوم الثاني عندكم صمتو البارح ودابا الساعة 7 الصباح بديت مع 6 الصباح ضربت واحد 7 كيلومتر ديال الطلعة وجات من بعدها واحد النزلة البارح النهار الأول ما بيداليتش في رمضان جلست في واحد المدينة النهار الثاني بيداليت بديت مع شي الوحدة ونص ديال النهار وداز نهار قاسح البارح صراحة اليوم بديت مع 6 الصباح البارح مع واحد ونص داز قاسح اليوم بديت مع 6 الصباح ليش نشوفو كي غتخرج البارح صراحة مع هاد في هاد المنطقة كاملة زبال كاملة زبال كاملة كاملة من جراس انا دابا في ولاية من جراس كنت في ساو باولو كنت في ريو جانيرو دابا انا في من جراس من ولاية ريو جانيرو دخلت راه شحال وانا في الطريق ما صورتش لكم ما قبل من رمضان وهذاك الشيء يلاه اليوم اللي صورت النهار الثالث في رمضان واو نتمنى هاد النهار يدوز مزيان صراحة هاد الطريق قاسحة كما قلت لكم راه بادي بسبعة كيلومتر طلعاها انت راه مازال العرق والله العظيم هاد الطريق صراحة ماشي ديال فرمدان يعني كنت طلعت بزاف قاسحة نتمنى من بعد ما بقاش تطلع بحال هكا ولكن كاين الطبيعة واعرة هنايا ولكن مع الصيام قاسحة الصراحة الصيام صراحة رمضان كيبغي تريح في شي بلاصة كنت بغيت نريح في واحد المدينة اللي جلست فيها النهار الأول ولكن ما عجبتنيش الصراحة